شوف هذا الاكس 6 الجديد تغير جذري طبعا، راح توفر طبعا 6 سلندر 4 سلندر. شوف الوجه الامامي تغير شكله، صار وجهه اكبر عن اللي قبل. شوف الوجه الامامي صار حجمه كبير، يعني انا احس انه صار اكبر من وجه الاكس 5. هذا فعل معنا اعلى فعل، في رادار، في ليزر. شوف فتحات التهويه جايه بحجم كبير، فتحات التهويه هذا حقه المحرك، تفتح وتسكر على حسب المحرك اذا يبي تبريد او تسخين. انا ما ادري وش اللي طلع، كانه غبار الحين. حتى الجنط جاي بشكل جديد، الجنط هذا جنط حجمه 22، بس جميل الموتر. طبعا هذا ينافس الجي ال اي الكوبي، مصورين بكل مكان هذا عشان حقين اليوم والميديا. شوف ستار هنا عندنا يدوية، في شاشات خلفية. هنشوف الداخلية، الداخلية اكيد بصير نفس داخلية الاكس 5 والاكس 7. هذا داخلية سيدركسون، شكله يختلف. الشاشة 11 انش كبيرة. بس جميل الموتر. شوف الكربون فايبر، قصة الباب شلون جاية. شكله من ورا كبير ما شاء الله. أنا قطعناهم جالسين أصور. هذه مشكلة حقين إذا صار في وقت الميديا، تصير أكثر العالم جالسين يصورون. شوفوا مخارج شكل ما شو جايب حجم كبير. هذا 8 سلندر، طبعا 8 سلندر راح يجي حجم الماكينة 4.4 لتر. مخرجين شكل ما شوفوا حجمهم، والله يا هو جايب حجم كبير. الموتر أكبر من اللي قبل بكثير، يعني أكيد إنه صار أوسع. شوف فتحة التهوية وهو جاي هنا، الجناح، قصة الخلفية ما أدري شلون جاي، شكله غريب. شوف الجناح شلون جاي، بس اسطب الإيدي الكبير، بس اسطب شوفه جاي بحجم كبير. شايفين؟ خلوا على المبادئ يخلصون. الله العالم اللي بطلع بقنوات الأجنبية أنا وحسابات الأجنبية. باب الراكب نفس قصة جهة الباب حق الاكس 5 والاكس 7. بس ليش؟ هذا كرسي الكهرباء، تمنيت لو لون الداخلية غير. قطعنا عليه جسم جالس يصور الصيني. خربنا عليه يا الله العالم. شوف تلاحظون قريبة كلها الاكس 7 والاكس 5 الجديد. وضعية قيادة ستارت، الجير جاي كريستال، بس الموتر صار أوسع من اللي قبل. هذا الشاشة، فتحة التكييف، نسخة كبيرة من الاكس 7 والاكس 5. طبلون شاشة بعد. شوفوا هذه المواصفات، 530 حصان أوروبي، العزم 750 نيوتن، الموتر طيارة يا ولد، الموتر طيارة، تسارع من 0 إلى 100 4.3، القيادة طبعا أكيد 8 سرعات، بس أهم شيء شوف الخوت الأحسن 530 حصان. هذا الماكينة 8 سلندر. صراحة تمنيت لو اللي معروض لون أبيض، لون فاتح، حتى اللون الداخلي لو تختلف شوي. لكن الموتر يعني شكله عصري، الواجهة الأمامية شوفوا جاية بشكل هجومي وحجمه كبير.
صورت لكم هذا بمكان ثاني، بس خلنا ناخذ لكم لفة على السريع عشان تشوفونه كامل. النور حجمه كبير، النور جاي بحجم كبير، حتى فتحات الشبكة اللي بالنص جاي حجم كبير. بأما حين أغلب سياراتها جاي الشبك والنور حجم كبير. بعض الناس ما يعجبه، بعض الناس بيعجبه. أنا بالنسبة لي أشوفه تميز يعني كشكل جديد، وراح يكون مميز بالشارع وواضح وملفت بعد. الاسطبات شغالة عشان نشوفها. الله يسطب، جاي بحجم كبير. شوف شكل اسطب، جاي بالعرض وبشكل كبير. يعني مبدئيا اي سيارة تنزل ما راح تعجب كثير من الناس، لكن مع الوقت راح يعجب. تصميم جريء ومميز وغريب. مخرشك ما شوف شلون جاي، شوف حجم، شوف مخرشك. شنطة كهرباء كيت. شوفوا حاطين السيارة. أحب أعلمكم وش السالفة، لكن شوفوا الديكور بس. يدوخ راسك. هذا وش الموتر يا شباب؟ هذا شكل جديد. شفتوا المقطع اللي انتشر بالواتساب وكل مكان لون اسود؟ هذا هو، هذا اغمق لون اسود راح تشوفه بحياتك. درجه اللون الاسود، قوه اللون الاسود تصل الى 99.9% من قوه. مو اسود، من قوة من لونه أسود ما تبين ملامح السيارة، بس واضح لك الشبكة والأنوار. أتمنى إنه نقدر نلفون السيارة، هو يلفونه بس ما أدري ليش ما لف السيارة. صراحة بالنسبة لي أنا ما أحب الألوان زي كذا. ما انا بالنسبه لي ما ادري وش الحكمه يعني انهم مختارين اللون هذا، بس يعني الشركات قاموا يطلعون باشياء جديده من وقت لوقت. بس جالس انتظر ان شاء الله يلفون السياره عشان نشوف. هذا لو يمشي بالشارع بدون انوار والله ما راح تشوف. شارع مظلم والله ما في امل تشوف. هذا لو بتشوفه بشارع مظلم والله ما في امل تنتبه له، اذا كان مطفي النور طبعا. بس تمنيت لو يلفون السيارة عشان اقدر اشوفه. شوف شوف شوف. بس.